السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتي الأعزاء، محاضرتنا لهذا اليوم تحت عنوان التعليم الإلكتروني. يبحث التربويين باستمرار عن أفضل الطرق والوسائل لتوفير بيئة تعليمية تهدف إلى جذب انتباه الطلبة وحثهم على تبادل الآراء والخبرات فيما بينهم، إضافة إلى أن تقنية المعلومات اللي تشمل لنا الحاسوب والإنترنت وكل ما يلتحق بها من وسائط متعددة تعتبر من أنجح الوسائل لتوفير بيئة تعليمية ثرية من خلال العمل في مشاريع تعاونية داخل المدرسة وبالتعاون مع مدارس أخرى. ومن خلال هذا النوع من التعليم يمكن للطلبة أن يطوروا معارفهم بمواضيع حسب اهتماماتهم وتخصصهم، ومن خلال الاتصال أيضا بزملاء وخبرات لهم بنفس الاهتمامات. أما مفهوم التعليم الإلكتروني فتعددت التعريفات بما يخص مفهوم التعليم الإلكتروني، نذكر لكم عددا منها. التعليم الإلكتروني ممكن اعتباره طريقة للتعليم باستخدام آليات الاتصال الحديثة من حاسوب وشبكات ووسائط متعددة، صورة وصوت ورسومات وآليات بحث ومكتبات إلكترونية. أو ممكن اعتباره هو تقنية، استخدام التقنية بجميع أنواعها بإيصال المعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكثر فائدة، وهذه هو ما يطمح إلى طبعا التعليم الإلكتروني. أما من وجهة نظر أخرى فيعتبر التعليم الإلكتروني تقديم محتوى تعليمي عبر الوسائط المتعددة على الكمبيوتر وشبكاته إلى المتعلم بشكل يتيح للطالب إمكانية التفاعل النشط مع المحتوى المقدم من خلال تفاعله مع المعلم. وكذلك بعض التربويين يختصروه انه ويقولون انه هو التعلم اللي هو يتم عن طريق الكمبيوتر. وايضا ممكن تعريفه انه هو طريقة باستخدام آليات الاتصال الحديثة من حاسوب وشبكات ووسائط متعددة وصور ورسومات كما ذكرنا سابقا. أيضا التعريف اللي أتفق معه أني هو منظومة تعليمية لتقديم البرامج التعليمية أو التدريبية للمتعلمين أو المتدربين في أي وقت وفي أي مكان باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات التفاعلية مثل الإنترنت والإذاعة والقنوات المحلية. أما أهمية التعليم الإلكتروني فله العديد من النقاط التي تبرز أهميته، منها ممكن من خلالها يعمل المتعلمون بدوائر أو بنظام الدوائر اللي للأشخاص أو للطلاب اللي يصعب حضورهم إلى داخل الفصل الدراسي أو يسكنون في مناطق نائية. كذلك ممكن أنه هو يوفر لنا مصادر للتعلم من خلال الاعتماد على الوسائط المتعددة بسهولة للمتعلم ومواصلة التعلم ويشجع على التزود بالمعرفة. كذلك ممكن يحقق لنا التعليم الإلكتروني بطرق تناسب خصائص المتعلم، وهذه نقطة مهمة جدا، ويساعدنا بتحقيق الأهداف التعليمية بكفايات عالية ويختصر لنا الوقت والجهد. كذلك يحفز المتعلم بالاعتماد على نفسه، يعني هنا ينمي التعلم الذاتي من خلال اكتساب الخبرات والمعارف واكتساب أدوات التعلم الفعالة، ويساعد على التغلب على عوائق المكان والزمان لصعوبة المواصلات أو صعوبة الاتفاق على وقت واحد للتعلم. للقيام بهذا النوع من التعليم يحتاج إلى عدد من المتطلبات اللي لازم تتوفر لقيام هذا النوع من التعليم، منها لابد من توفير أجهزة الكمبيوتر بالمدارس ويكون لكل معلم جهازه الخاص والمستقل، تدريب المعلمين على المهارات التعامل مع الكمبيوتر وتوفير برامج تعليمية مناسبة لكل مادة ومرحلة دراسية، كذلك تطوير المناهج وطرق التعليم بما يتلائم مع هذه التكنولوجيا المستخدمة، والتحول من التعليم المتمركز
حول المعلم إلى التعلم المتمركز حول المتعلم، من المعلم إلى المتعلم. كذلك فهم البرامج والمكونات المادية لأجهزة الكمبيوتر، وأن يظل المعلم على علم دائم بأحدث ما توصل إليه هذا المجال. ومثل ما تعرفون أنه التسارع أو تطور صدور أجهزة جديدة وتقنيات جديدة عملية سريعة جدا في هذا الوقت. بناء مناهج ومواد تعليمية جذابة، كسر الحواجز النفسية بين المعلم والمتعلم، كذلك الانفجار المعرفي في شتى المجالات. هنالك عدد من أنواع التعليم الإلكتروني، منها التعليم عن بعد واللي يشمل أو يعتبر أحد الأساليب اللي يكون فيها وسائل الاتصال والتواصل متوفرة دورا أساسيا في التغلب على مشكلة المسافات البعيدة. ونوع آخر من أنواع التعلم الإلكتروني هو التعلم الممزوج، هنا يقصد به دمج استراتيجيات التعلم المباشرة بالصفوف التقليدية الاعتيادية مع التعليم الإلكتروني عبر الإنترنت، أو ما يسمى بالتعلم المدمج. يعني هنا ممكن أنه جزء يستخدم المعلم تعليم إلكتروني وجزء آخر يكون تعلم داخل الفصل الدراسي. أما التعلم المتنقل أو المحمول، وهو باستخدام أجهزة لاسلكية صغيرة كالهاتف أو التاب أو الهواتف النقالة اللي إحنا يعني ذكرناها، أجهزة لاسلكية صغيرة قد تكون حواسيب أيضا صغيرة، وتكون مربوطة بشبكة الإنترنت بشكل مستمر، وهذه يضمن وصول المعلومة للمتعلم بأي مكان وفي أي وقت. نوع آخر منها التعلم التزامني، وهنا يعتبر نمط من التعليم يجمع بين المعلم والمتعلم بنفس الوقت، يعني لازم يكونون الاثنان متواجدين بنفس الوقت للتحاور أو للتبادل الآراء. ومثال عليها عندكم الفصول الافتراضية، المحادثة الفورية، الدردشة النصية وغيرها من البرامج اللي تحاكي التعلم التزامني. أما التعلم غير التزامني، هنا ما يشترط تواجد المعلم والمتعلم بنفس الوقت، وإنما ممكن أنه تقدم المعلومات وتخزن لحين الاطلاع عليها. مثلا عندكم المنتديات التعليمية والشبكات الاجتماعية والبريد الإلكتروني. أما أهداف التعليم الإلكتروني فهي عديدة، منها زيادة فاعلية المعلمين وزيادة عدد الطلبة في الشعب الصفية، مساعدة المعلمين في إعداد المواد التعليمية للطلبة، تعويض النقص بالخبرة لدى البعض منهم، نشر التقنية في المجتمع وإعطاء مفهوم أوسع للتعليم المستمر من خلال هذا النوع من التعليم اللي هو التعليم الإلكتروني، ودعم عملية التفاعل بين الطلبة والمعلمين والمساعدين من خلال تبادل الخبرات التربوية والآراء والمناقشات والحوارات الهادفة اللي تتبادل الآراء بالاستعانة بقنوات الاتصال المختلفة اللي هي غرف الصف الافتراضية، البريد الإلكتروني، وكثير من المنصات التعليمية. إكساب المعلمين أيضا من أهداف التعليم الإلكتروني، إكساب المعلمين المهارات التقنية لاستخدام التقنيات التعليمية الحديثة ومواكبة هذا التطور، إكساب الطلبة أيضا المهارات والكفايات اللازمة لاستخدام تقنيات الاتصال والمعلومات، وكذلك تطوير دور المعلم في العملية التعليمية حتى يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية المستمرة والمتلاحقة. أما من أهم مبررات ومزايا وفوائد التعليم الإلكتروني، فهو زيادة إمكانية الاتصال بين الطلبة فيما بينهم وبين الطلبة والمعلم والمدرسة أيضا من ناحية أخرى، وهذا الشيء يشجع على التعلم التعاوني والعمل الجماعي. أيضا التعبير عن وجهات النظر المختلفة للطلبة والفورية، الإحساس بالمساواة بما أن أدوات الاتصال تتيح لكل طالب فرصة الإدلاء برأيه في أي وقت، فتتجاوز هذه النقطة. سهولة الوصول
إلى المدرس في أسرع وقت وخارج أوقات العمل الرسمية، ممكن من خلال هذا النوع من التعليم. توفير المناهج طول اليوم أو في كل أيام الأسبوع 24 ساعة ولمدة 7 أيام في الأسبوع، يعني ممكن تتوفر المادة العلمية بأي وقت يطلع عليها المتعلم. كذلك تقليل حجم العمل في المدرسة، واللي من خلاله ممكن تتوفر أيضا تقويم وتحليل الدرجات والنتائج بالنسبة للمعلم والمدرسة. إيجابيات وسلبيات التعليم الإلكتروني: من غير شك أي طريقة أو وسيلة تستخدم تظهر لها عدد من الإيجابيات والسلبيات. فإيجابيات التعليم الإلكتروني نقدر نختصرها بالآتي: أولاً، تقلل لنا استخدام الأوراق وبالتالي استخدام المصاريف على كل من المتعلم والمؤسسة التعليمية. سرعة نقل البيانات وكافة المعاملات الضرورية الخاصة سواء كانت بالطالب أو بإدارة المدرسة. تؤدي استعمال الكمبيوتر إلى بث الطاقة والنشاط عند الطلبة وكذلك شعورهم بالثقة والمسؤولية، ويصبح لديهم قدرة كافية لاستعمال التكنولوجيا. أما سلبيات هذا النوع من التعليم فهي قلة توافر الخبراء في إدارة التعليم الإلكتروني، إضافة إلى التكلفة المادية من شراء المعدات والأجهزة الأخرى المساعدة والصيانة صيانة هذه الأجهزة، إضافة إلى الحاجة المستمرة لتدريب ودعم المتعلمين والمعلمين لكيفية استخدام الإنترنت وتوفير مساحة واسعة من الحيز المتاح على شبكة الإنترنت وتوسيع مجال الاتصالات، واللي هذا يعتبر أيضا من العوائق وسلبيات هذا النوع من التعليم. عدم وجود وعي كافي لأفراد المجتمع بهذا النوع من التعلم، إضافة إلى مقاومة بعض الطلبة للنمط الجديد من التعليم وعدم تفاعلهم مع هذا النوع من التكنولوجيا. كيف ممكن نحقق التعليم الإلكتروني؟ ممكن نحققه عن طريق عدة مصادر، وهذه المصادر هي اللي تشمل لنا كل ما يتعلق بالتعليم الإلكتروني، واللي نقدر نختصرها بالكتب الإلكترونية، قواعد البيانات، الموسوعات، الدوريات، المواقع التعليمية أو البريد الإلكتروني، والمكتبات الرقمية، إضافة إلى حاليا تتواجد كثير من البرامج الإلكترونية والمنصات التعليمية اللي ممكن يستعين بها المعلم لأداء درس معين أو توصيل مادة علمية معينة. شكرا لحسن إصغائكم.